أنا واحدة من مريضات كورونا، ولقد تمثلت للشفاء والحمد لله. أثناء وجودي في الحجر الصحي ببرج الضمان الطبي، تم توزيع حقائب مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الرعاية الاجتماعية الاتحادية. حقيقة إحنا تفاجأنا طبعا بالحقيبة ومكونات الحقيبة من كل المستلزمات الموجودة في الحقيبة، المستلزمات الشخصية المهمة جدا للمرأة. والحقيبة دي صراحة فيها أشياء إحنا ما كنا متوقعين إنه نلقاها، وصراحة إحنا ما فكرنا أصلا إنه في بيوتنا ناخد معانا المستلزمات الشخصية، فسعدنا جدا بهذه الحقيبة وساعدتنا كثير. وأنا بفتكر إنه الفكرة كانت جميلة جدا، خصوصا مع الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة لجائحة كورونا، أيضا لبعض الظروف الأخرى مثل الظروف الاقتصادية لبعض النساء. إن شاء الله يتم تقديم مزيد من البرامج والأنشطة التي تساعد النساء، وشكراً.